باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم هو آخر أيام صوم يونان، وعاوزين النهاردة نتكلم عن جزئية بسيطة من خلال موضوع يونان النبي، وهو الهروب من الله. يونان النبي كان يريد أن يهرب من الله، فهو هرب من الله لكي يرضي ذاته، ونحن نحتاج أن نهرب من ذواتنا لكي نرضي الله. هو ده المطلوب مننا، إن احنا نهرب من ذاتنا. وفي الحقيقة الإنسان مش هيقدر يهرب من ذاته ويلجأ إلى الله إلا إذا استطاع الأول إن هو يتضع. في الحقيقة في مواقف كتيرة بنكون إحنا يونان، ما بنقدرش نهرب من ذاتنا، ما بنقدرش نضغط عليها، نهرب بسرعة من الضيقة. وقال القديس الأنبا بولا أول السواح: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. وهكذا فعل يونان النبي. يونان النبي ما كانش عاوز كلمته تنزل للأرض وما تتنفش، كان يريد إن كلمته تتنفذ، التنبيه اللي هيقوله الأهل نينوى يحصل فعلا. مش مهم كم واحد هيهلك، المهم كلمته هي ما تقعش الأرض، ذاته ما تتكسرش قصاد عينه، تفضل كبيرة. هي دي أحد مشاكلنا الكبيرة، إن احنا بنهرب من الله علشان نشبع ذواتنا. ممكن بنهرب من في الضيقات النفسية، في الضيقات النفسية بنهرب من مسامحة الناس ومن التماس العذر ليهم، ما نقدرش نسامحهم، بنفضل شايلين الإساءة. ولو احنا أسأنا لحد أو حسينا احنا غلطنا في حد بيبقى تقيل علينا جدا كلمة الاعتذار. ليه؟ بنحس انها تقيلة على نفسنا، بتسبب لنا ضيق، بتسبب لنا ضغط، نبقى بنعملها واحنا متضايقين غصب عننا. كمان بنهرب من ان احنا نتعامل مع الشخصيات الصعبة. لو في شخص عصبي شوية، لو في شخص عنده نقص في حاجة معينة، نهرب من التعامل مع الشخصيات دي ونحبش نتعامل معاها، نكره التعامل معاها. ليه؟ عشان مش قادرين نضغط على نفسنا. بنهرب كمان ساعات من سلبياتنا، بنهرب ان احنا نواجه نفسنا بالسلبيات اللي جواها، بالمشاكل اللي موجودة فيها، رغم ان كل شخص عنده سلبيات كتير، لكن يهرب من ان هو يواجه نفسه بسلبياته، لانه ده بيسبب له ضيق. كل حاجة تسبب للإنسان دي عادة يهرب منها، وبالتالي هو يهرب من الله كما فعل يونان. أيضا على المستوى الجسدي نهرب من الخدمات الصعبة اللي فيها مجهود، نهرب إن احنا نعمل مشاوير صعبة ونروح أماكن بعيدة علشان نسأل عن ناس، بتبقى صعبة على الواحد، يفضل دايما إن هو يكسل، أو ممكن يقول أتصل بيه بالتليفون مش مشكلة، مش هيزعل كتير، أحل الموضوع. فالإنسان دائما أو في أحوال كتيرة، في مواقف كتيرة، بيكون هو يونان الذي يهرب من الضيقة ليحاول أن يجد نفسه أو يحاول أن يريح نفسه. الإنسان عليه أن هو بدل ما يهرب من الضيقة يضع الله بينه وبين الضيقة، ياخد بركة الاحتمال بتاعة الضيقة، ويرى بوضوح عمل الله وسط الضيقات، يده القوية تظهر في وسط الضيقة ووسط الألم. في موضوع أو في قصة يونان النبي هنجد أن الموقف ده اتكرر أكتر من مرة، اتكرر 3 مرات، أنه أشخاص يهربوا من الضيقة عن طريق الالتجاء إلى الله. الإنسان مطلوب منه أنه بدل ما هو عندما تأتي الضيقة، بدل ما هو يهرب من الله، فليهرب إلى الله، يلجأ إليه.
يصرخ لي ويصلي. البحارة في قصة يونان النبي لما ركب السفينة والبحارة عرفوا انه بسببه البلية اللي موجودة والرياح والبحر هايج بسببه، وانه ما فيش حل غير انه هو يترمي في البحر. هو قال لهم كده، انتوا عاوزين البحر يسقط عنكم والرياح تهدى، ارموني في البحر. كان تقيل عليهم ان هم يرموا يونان في البحر، صعب عليهم يونان، اتضايقوا، قال ازاي نرمي نفس بره؟ طب نعمل ايه؟ مفيش حل. حاولوا بكل القوة ان هم يرجعوا بالسفينة، ما قدروش، بالعكس كل ما يحاولوا كان البحر يهيج اكتر. ففي الوضع ده وفي الحالة دي البحارة ملقوش ملجأ غير ان هم يعملوا، صرخوا الى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من اجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لانك يا رب فعلت كما شئت. صرخوا لربنا، ما كانش عندهم حل تاني في الدقيقة غير ان هم يصرخوا من ربنا، وفعلا ربنا استجاب لهذه الصلوات. صحيح رموا يونان في النهاية، كانوا ده كان هذا هو مطلب الله، لكنهم هم خلصوا لانهم عرفوا الاله الحقيقي، صرخوا له وهو استجاب ليهم. المجموعة التانية اللي لما اتحطت في الضيقة وصرخت لله هم أهل لنوى نفسهم. لما جه يونان وبشر في وسط المدينة وقال إنه بعد 40 يوم الله هينزل نار وكبريت من السماء ويهلك المدينة، ما كانش عندهم حل غير إن هم يصرخوا لله. يقولوا أهل نينوى كلهم صرخوا إلى الله وتغطوا بالمسوح، كلهم قلعوا اللبس الفاخر بتاعهم وخدوا خيش وتغطوا بيه، والملك أصدر قرار وقال ليتغطى بمسوح الناس والبهائم، مش الناس بس، حتى البهائم كمان، ويصرخوا إلى الله بشدة، مش يصرخوا صرخة بسيطة، يصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم. عندما صرخوا إلى الله، الله أجاز عنهم هذه البلية وقبل توبتهم. عندما أتت عليهم الضيقة صرخوا إلى الله والتجأوا إليه، فوجدوا آذان الله صاغية لصوت التائبين والمتضعين واستجاب ليهم. الموقف الثالث في سفر يونان اللي الشخص فيه جأ إلى الله وصرخ كان هو يونان نفسه. الموقف الأولاني كان البحارة، الموقف الثاني كان أهل نينوى، الموقف الثالث يونان نفسه. يونان نفسه وهو في بطن الحوت صلى صلاة رائعة لربنا. لما بقى في الضيقة الحقيقية ومفيش حد معاه، هو والله فقط، صرخ وقال صلاة جميلة. وفي جزء من هذه الصلاة قال: حين أعيت في نفسي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. لما تعبت، لما اتضايقت، لما الضيقة بقت حواليا ومش عارف أعمل إيه، ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. عندما نصرخ إلى الله سوف نجد حلول كثيرة لمشاكلنا اللي ملهاش حل. يمكن المشكلة ما تتحلش، لكن بالتأكيد هنلاقي تعزية، هنلاقي قدرة على الاحتمال، هنلاقي ان انا بقدر ان انا اصرخ واصلي اكتر في وقت التجربة. ناس كتيرة في وقت التجربة والضيقة بتقول ليه يا رب وتعاتبه، بدل ما تعاتب ربنا الافضل كتير انك تقول اعني، ساعدني. يمكن انا مش فاهم انت سمحت ليه بالضيقة دي ان هي تجيلي، لكن انا متأكد انك انت بتعمل كل حاجة لمصلحتي، ومتأكد انه في النهاية يا رب انت هتعديني منها وهتخرجني للبر وهتوصلني زي ما وصلت يونان. انت ليك حلول كتير وليك طرق كتير احنا ما نقدرش نتخيلها. ما كانش حد يقدر يتخيل انه انسان يترمي في البحر وهو هايج كده ربنا هينقذه ويبعت له حاجة زي الغواصة كده ولا السفينة
تعدي بيه وتوصله للمكان اللي ربنا عاوزه. لكن ربنا دايما عنده حلول كتيرة للمشاكلنا. وهكذا كل من يهرب إلى الله ويلتجئ إليه سوف يجد حل لضيقته، بالتأكيد هنلاقي الحل ده. بس الإنسان يثبت في الله ويصرخ إليه كما صرخ البحارة وصرخ أهل نينوى وصرخ يونان، وفي النهاية كلهم خلصوا وكلهم عرفوا الله ورجعوا إليه بعد إن هم كلهم كانوا بعيدين عنه. هكذا يقول معلمنا يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. وهكذا في قصة يونان نجد أن جميع الشخصيات والمجموعات اللي كانوا في القصة بدأوا هذه الحكاية أو القصة وهم بعيدين إلى الله، والضيقة خلتهم يعرفوا ربنا وقربتهم منه وشافوه بوضوح في الضيقة. يونان شافوا في بطن الحوض بوضوح، والبحارة شافوه وسط النوق والرياح، وأهل نينوى في وسط إنذاره بهلاكهم شافوا ربنا ورجعوا ليه. كانت الضيقات سبب في خلاصهم، وبدونها ما كانوش هيخلصوا أبدا، كانوا هيفضلوا كده بعيدين عنه. فإحنا نشكر ربنا على الضيقة لأنها بتقربنا منه، ونشكر ربنا على الضيقة لأنه بضيقات كثيرة بندخل الملكوت. وكل ما الإنسان يحتمل ضيقات، كل ما مركزه في السماء وتعزياته والنعم اللي هياخدها في السماء هتكون أكتر بكتير بمقدار ضيقتنا وتجاربنا احتمالنا ليها وصبرنا عليها، بمقدار النعمة اللي احنا هناخدها والبركة اللي هناخدها في السماء. ولذلك قال القديس بولس الرسول: نجما يمتاز عن نجم في المجد. مش بكل واحد، عشان كده بنقول في الصلاة: يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم. كل واحد جاي بالضيقات اللي هو احتملها من أجل الله، لأنه بمقدار هذه الضيقات يكون المجد وتكون المكافأة في السماء. ربنا يدينا إن احنا نشوف الله كما رآه يونان، وما نحتاجش ضيقة عشان نشوفه، نكون قريبين منه دايما بدون ضيقات ولا تجارب. لما نكون قريبين منه هنشوفه بوضوح، وربنا هينقذنا من أمور كتيرة ويملى حياتنا بالبركة والنعمة والسلام. كل عام وانتم بخير، ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.